وحياتك هؤلاء القردة الذين يعتاشون على السحت الحرام ستضيق بهم الأرض. وأنا وعدك في حلقة نكشفهم كلهم تابعين لكائن من يكون. اليوم أنا جاي أتكلم بقضايا ملفات فساد بالمحافظة، جاي أذكرهم بالأسامي، جاي أتحمل دعاوي كيدية من عندي، تمام، أتحملها علي دعاوي كيدية في سبيل شنو؟ في سبيل أعري هذول الفاسدين وأذكرهم بالأسماء. أستاذ نجم، أنا علي تقريبا 18 دعوة، ولا دعوة واحدة من أي حزب بالمحافظة ولا أي شخصية بالمحافظة ادعى علي أنه أنا طالب من عنده دينار واحد. زين، علي تقريبا 18 دعوة، كل الدعاوى اللي عليه تشهير ما أعرف شنو من هذني اللي يردون بس يبيضون وجوههم قدام ناسهم قدام ربحهم، ولا أنا اللي أطلع وأسولف فيه. أنا أمتلك الشجاعة اللي أطلع أسولف بالأسماء، غير يسولف مثلا مشفر، أنا ما أعرف أسولف مشفر، إيش قد شير يدي يحكمنا القاضي، يريد يجيني شهر شهرين ثلاثة أطلع وهم عيد نفس الثالثة، أتغرم مليون مليونين أشفحن مثل الورد ومو مجيبي أشفحن، الله وكيلك. هسه اليوم أنا مغرميني مليون، أصدقائي وربعي وهذا النجف ومدري شنو، وهذا جاب 50 وهذا جاب 100 وهذا فوق المليون، يعني مستعد للقضية الثانية. اليوم الملفات اللي موجودة بالنجف، أستاذ نجم، أنا كنت روح لهيئة النزاهة بالنجف، أنا عندي لوكر خاص بالقضايا اللي أقدمها بالنزاهة، صار لي 5 سنوات تقريبا شكو قضية، الموظفين بالدوائر يعرفوني انحلن بس لي حتى أستاذ أكرم، معظمهم انحلن، صار نجي معنا بالمحافظة يعرفوني، معظمهم انحلن، أكو أراضي تابعة للدولة، أكو أراضي تابعة للدولة أنا رجعتها رادوا ياخذوها استثمارات، زين، أكو بنايات تابعة للدولة رادوا ياخذوها استثمارات اقتصادية الأحزاب وأنا رجعتها، أكو مكانات مهمة بالمحافظة أراضي خضراء حولوها من خضراء إلى خدمات حتى ياخذوها تجارية وأنا اللي راح أقدم، أنا بي طبع كلش حلو من أروح أقدم دعوة أقصر عليها أفضل يوم راجع للنزاهة يوميا كابر النزاهة، وين وصل دعوتي، شنو موضوعها، شنو اللي قدم، من اللي إجى، شنو يعني القضاء أستاذ أكرم، يعني القضاء متعاون، نعم، معك. أنا بالنسبة لي القضاء جدا متعاون معي، يعني خلينا لكن أكو قضايا لكن أكو قضايا بالنزاهة، لكن أكو قضايا بهيئة النزاهة يصير الضغط على عدة جهات، على القضاء وعلى النزاهة وعلى المسؤولين وعلى هاي، لذلك أنا ما سابقا ما كنت أقدر أوصل لهم كلهم، الآن اليوم أنا عضو مجلس محافظة ما أخضع لأي ضغط، أي جهة تخضع إلى ضغط أنا أطلع وأقول الجهة الفلانية أنا سلمتهم ملف فساد لكن خضعوا الضغط. أنا اليوم جاي رافع شعار إذا نظف مدينتي من الفساد. زين، هسا إحنا وياك يا أستاذ أكرم، لكن خلينا أكو مفارقات. أنا رايح أستاذ نجم اليوم أنا رايح للنزاهة. اليوم سلمت النزاهة ملف ب 16 قطعة بالكوفة، منطقة السيد إبراهيم. هذا الملف شنو أستاذ نجم؟ المتر هناك بالكوفة حي كندي، المتر الواحد يقدر 3 مليون أو 3.5 بالكوفة. جايين بأرقى منطقة بالكوفة، منطقة حي كندي الكل يعرف، تمام، جايين الجماعة مسوين لجنة من التسجيل العقاري ومن البلدية ومن القانونية البلدية والمحافظة ومدير البلدية مسوين لجنة، جايبين ذي 16 قطعة، تمام، وبيناتهم مقدرين المتر ب 700 ألف اللي هو سعر الحقيقي 3 مليون أو 3.5، تمام. اليوم انا رحت قدمت دعوه عليهم هذا السعر، مش قد هدر بالمال العام بهذا الملف، هذا واضح هدر بالمال العام، الولد الماخذينهن منين، الولد اللي اللي ماخذيهم مدير عام حالي اي مدير بلديه حالي ماخذ، مدير دائره مهمه بالمحافظه ماخذ، اي ولدخو موظف ماخذ، حتى شخص يعني مسؤول، يعني مو مسؤول كلي، يعني موظف هيئة النزاهة همين إلى قطعة بهذا المكان. 16 قطعة سعرها أنا طالبت السيد المحافظ وهيئة النزاهة وقاضي النزاهة، قلت له هذه لازم اللجنة تجي تتحاسب على أي أساس أنت قدرت المتر 700 هو يسوى 3.5،
هاي بالبلدية، هاي بالبلدية، بالبلدية هاي، هاي بلدية الكوفة، بلدية الكوفة. النقطة الثانية، النقطة الثانية على السيد المحافظ إلغاء طلبات المادة 25 على هذه القطعة، وإذا السيد المحافظ ما لغى هذه الطلبات يعتبر السيد المحافظ أيضا متواطئ وياهم، لأن إلغاء طلبات المادة 25 من صلاحية السيد المحافظ وتحويلها للمادة 15 وبيعها بمزايدة بداخل البلدية. من تفتح المزايدة على المتر ب3 ملايين راح تجي كل الناس الزايد، ما له علاقة، يا هذا يريد يطب ويزاد خلي يجون نفسهم هذول، خلي يطبون يتزوجون. استاذ اكرم، 3 ملايين و3 ملايين ونص خلي ياخذون، ياخذون بيت. راح نبيع هذه القطع استاذ نجم، راح نبيع هذه القطع ب 20-25 مليار بدل ما نبيعها ب 4 مليار. هذا ملف اليوم انا مسلمه استاذ، استاذ استاذ اكرم، هذا الملف راح يصير عليه ضغوط استاذ اكرم، حارب عده جهات بهذا الملف. ما يخالف. نعم. انا هذه السلامي طلع وياي بحلقات متسلسله وكان يحكي لي على قصه البلديات، البلديات اللي حزب. نعم. بالمحاصصه المن اليوم، اليوم على هذه الدوره، اي بلدية النجف من حصة الحكمة، تيار الحكمة، والمحافظة من تيار الحكمة، والمحافظة أيضا من تيار. خلينا أرجع لك شوية، أنت يعني أنا قلت لك يرادلنا، يرادلنا حلقة حتى نفضح هاي ال... هاي حتى حتى حلقة ونبسط مثل هاي ونجيب نبسط نبسط وحياتك وحياتك هؤلاء القردة الذين يعتاشون على السحة الحرام ستضيق بهم الأرض، وأنا وعدك في حلقة نكشفهم كلهم، تابعين تابعين لكائن من يكون.